أكد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني عبد الهادي القصبي أن الجلسة حظيت باهتمام كبير نظرا لاهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتطبيقها. وأضاف عبد الهادي خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الجلسة شملت أيضا الكثير من الأفكار والرؤى التي يمكن الاعتماد عليها والبناء لتطبيق العدالة الاجتماعية. جلسة اليوم لها أهمية خاصة لأن محور العدالة الاجتماعية موضع اهتمام الدولة المصرية وموضع اهتمام المواطن المصري. احنا ما عندناش أهم من العدالة الاجتماعية. جلسة ساخنة جدا، أفكار متعددة واتجاهات مختلفة وثقافات الحقيقة في تناول محاور العدالة الاجتماعية اللي ناقشناها. النهاردة كنا بنتكلم عن الأجور والمعاشات، وكنا بنتكلم على السياسات السكانية، كنا بنتكلم على السياسات الضريبية، كنا بنتكلم على العشوائيات. يعني مع سخونة الجلسة الحقيقة وسعادتنا بي يعني حماس كل المشاركين، وهناك مداخلات علمية وقيمة من الممكن أن يبنى عليها.